أشبه بدعاية انتخابية مبكرة تنطلق في تركيا. تجمعات جماهيرية تنظمها الأطراف السياسية، يطلق كل طرف فيها وعوده لناخبيه ويهاجم الطرف الآخر بالمعادلة السياسية. الرئيس التركي يتعهد بمواصلة خطواته السياسية والاقتصادية، ويتهم المعارضة الرئيسة في البلاد بالتبعية لأطراف خارجية. لن نتوقف إطلاقا، وسنعمل بكل طاقتنا للفوز بالانتخابات. المعارضة التركية تبذل جهدا كبيرا تحت شعار العمل السياسي من أجل العودة إلى عصور الوصاية الخارجية والتبعية، لكننا لن نسمح بذلك أبدا. ترد المعارضة بانتقاد ما تصفه بالفشل في السياسة والاقتصاد من طرف الحزب الحاكم، تقول إن الأوضاع الاقتصادية للمواطنين في أسوأ أحوالها، وتتعهد بتحسينها حال الفوز بالانتخابات. سنحارب الفساد وحكم الرجل الواحد، ولدينا خطط شاملة للاقتصاد والسياسة وكل المجالات. سنعيد اللاجئين السوريين بشكل طوعي وآمن لبلدهم. الحكومة تغير السياسة الخارجية بشكل جذري، وهذا يؤكد صحة مواقفنا منذ البداية. التغير الكبير بالسياسة الخارجية يتفاعل بالداخل التركي، خاصة الخطوات نحو الجارة سوريا والتحضير للقاء بين الرئيسين التركي والسوري. واضح أن الملفات الأساسية في هذه اللحظة أمنية وعسكرية بامتياز، تتحدث بشكل أساسي على مواجهة المنظمات الانفصالية والإرهابية في الشمال السوري من جهة، ثم حيثيات وأرضية تهدئة منطقة آمنة في الشمال السوري لعودة السوريين المقيمين على الأراضي التركية، وبالتالي هذا يخدم أهداف الأمن القومي التركي من جهة، ويخدم أيضا أهداف الحكومة السورية من جهة ثانية، فضلا طبعا عن تأثيرات ذلك الانتخابية في الداخل التركي. ما بين ملفات داخلية وخارجية، يقف الناخبون الأتراك بانتظار يوم التصويت، فيما تتسابق الأطراف السياسية المختلفة على استقطاب الناخبين.